حلو ده بالتاكيد هتبقى صاحبه الفكره انت، ولادك هيقول لك يا ماما تسلم ايديكي. والمقادير بسيطه وسهله، معانا كوبين من الدقيق او كوبايه دقيق حسب الكميه، حليب برضو الدسامه فيه قليله، بيض وتفاح. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، ومعانا شويه سكر وشويه قرفه. حلوه قوي، هنشتغل مع بعض كده بسرعه. نعمل الخلطه بتاعه البانكيك اللطيفه الجميله. اللهم صل على النبي. معانا الدقيق، معانا بيضه واحده كفايه. حلو، بناخد من الدقيق شويه حلوين كده، شويه حليب، ونقلبهم مع بعض. ولكن للامانه والمصداقيه، وانتم عارفين الشيف المغازي واضح، انا هحط يعني معلقه زبده صغيره، معلقه زبده صغيره. اه ده بيض وحليب بالشكل ده كده، وهنحط شويه سكر حلوين، وهنحط معلقه زبده صغيره بالمعلقه عشان العيار ما نكترش، احنا بنعمل اكل صحي. اهي زبده سايحه. ليه الزبده يا عم الشيف؟ بتخلي عجينه البان كيك طريه. حلو، نشيل الحليب ده من هنا، وتعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمل ازاي رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه. دي محتاجه شويه دقيق كمان. في قوام للبان كيك لازم انت تحسيه وانت شغاله بايدك كده، هو ده اهو. طعم الفانيليا في الخلطه لطيف وجميل. اوعى المضرب تكون عامله فيه شوربه ولا حاجه، ولا بصل ولا توم، الحاجات دي لازم تشيك عليها. بناخد الخليط الحلو ده نخليه على جنب، ومعانا رقائق التفاح بنشتغل فيها، معانا البصل، معانا الزبده اللطيفه بنخليها على جنب. فين التفاح؟ هو ده. بنيجي هنا نقطع التفاحه كده، احنا معانا كام واحده؟ معانا اربعه. حلو، انا عايز الاربعه. بنشيل قلب التفاحيه كده علشان البذر الصغير ده كده، ده الطبيعي اهو. اذا عندك مقوره اهلا وسهلا، زي ما انا شغال بالسكينه كده برضو اهلا وسهلا. حلو، معانا قرفه، معانا سكر، معانا قليل من الزبده، كميه قليله. فكرة ان انا اعمل حلو بالطريقة السهلة دي علشان ولادك يعرفوا انك انت بتعملي حاجة حلوة في البيت، حماتك عندك زيارة مفاجأة بتفاجئيها بحلو. هاخد الطاسة الحلوة دي كده واقف هنا كده، النار اخبار هي يا عم الشيف، خلي بالك تهدي النار. البان كيك مش محتاج نار شديدة، اهم حاجة ان الطاسة اللي بتشغلي فيها من البداية خالص تكون سخنة. اه زي ما انا هشتغل دلوقتي، بناخد السكر بنحطه هنا كده، شفت الشقاوه دي؟ يتكرمل كانك بتعملي كراميل. حلو قوي، رقائق التفاح المشويه بالسكر والقرفه، معانا قرفه. آه. الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. زي ما كده احنا شغالين الزبدة، شفت انا سايب الحلو للاخر ازاي؟ معايا حق يا استاذ رحاب عشان يتعمل على مزاج رايق، شفت الجو ده؟ هو ده، دي زبدة. ناخد الخليط الحلو اللي معانا ده كده، اللهم صل على النبي. المغرفة بتاعتك ما يكونش مكانها اي حاجة، وبنعمل التركية دي كده،
دقائق التفاح اللي عندنا. الله عليك يا عم الشيف، بنحطها كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده هو ده. ونكمل كده. والله فكرة، ده الولاد معترضين دايما على شكل التفاح وهم بياكلوه. اهم حاجة تهدي النار واحنا مع بعض. وطي النار يا عم الشيف زي الفل كده، حلو قوي. تمام، هنقلبها ازاي مع بعض؟ واحدة واحدة. الحاجات دي لازم نحط في الحسبان. خلينا نولع دي كده عشان تساعدني شوية. أهم حاجة رشة السكر الجريئة مع القرفة مع الزبدة في البداية خالص، دي اللي هتديك طعم الكرملة. حلو الكلام؟ اهو. واحنا مع بعض. قالب يا عم الشيف، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ لف على محلات مصر كلها بقى، وكل المحلات اللي بتاعت الحلو اللي في الحتة واللي بره الحتة، دور على الحلو ده كده مش هتلاقيه غير عندك انت وبس. اهو. واحنا واقفين مع بعض بنتسلى. عايزين احنا كام؟ 20 واحد. هنعمل 20 واحدة واحنا مع بعض. زي الفل. نجيب طبق التقديم. فطار عشاء بالليل. فطار عشاء بالليل. هيعجب ولادك والله صدقيني. انا هعمل استاذة رحاب، اديني وقت واقسم لك بالله هعمل لك الكمية اللي انت عايزاها. بس هعمل ايه؟ انتوا بتقولوا لي يا شيف خلص. اخلص ولا اشتغل؟ اهو. يا فندم. حاضر. اهو. باخد التفاحية دي كده. نعمل شوية مع بعض. فكرة حلوة. بتجيب المقورة بتاعت الكوسة، بتشيلي قلب التفاحية زي ما أنا عملت كده. أهو. ونخليهم على جنب. هتلاقي التفاح اسود منك، بتحطيه في محلول حامض. إيه الأخبار؟ طبق التقديم فين؟ أهو. الله. يا عم حافظ، الحمد لله على السلامة. شفت دي ازاي؟ بص عليها اهي اهي. كمان واحدة اهي. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ اهو اهو. هنعمل كمان أربعة بس وننهي الحلقة. اهو. مع بعض، كمان أربعة. تاني. سكرك. الله. كراميل يا كراميلا. قرفة ناعمة. عيني. اهو حاضر عيني. قرفه ناعمه. الله. زبده. شفت الجوده؟ الله على الريحه الحلوه. يا بختك يا شيف، يا بختك يا شيف. حد زيك. هعمل ايه المره دي بقى؟ المره دي مختلفه شويه. ليه؟ لان في فراغ هنا جوه التفاح. هنعمل كده كده. ده طعمته اهو كده. ونوزع الخليط بتاعنا. وانا شغال. واحدة واحدة. الف هنا وشفا للي ياكل. فكرة سهلة. لفيت كل المحلات بتاعت الحلو، مستحيل تلاقيه. عيني. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين شوربة البروكلي بطريقة بسيطة وسهلة. الفطيرة الجميلة الحلوة، الصورة الحلوة بتتحدث عن نفسها. رقائق التفاح الجميلة الحلوة اللي أنا عملتها دلوقتي مع رشة القرفة، والقرفة مفيدة في أيام الشتاء وأيام البرد. حلقتنا النهاردة يعني بساطة، يعني سهولة، يعني مرونة. سيبونا